السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلم شلون راح نقدر نعدل how to create fold، اما نخلق فت حقل او edit نعمل فت عملية تعديل ضمن الاتريبيوت تيبل اللي هو جدول السمات الخاص باي خاصية انت راح تدرسها ايا كانت سويل ماب غيرها. هسه لو نروح الى هاي تمام يعني تخص فت منطقة معينة لاند كفر لاند يوز، فاقول له open attribute table افتح لي جدول السمات. من راح يفتح جدول السمات ينطيك فد خصائص معينه خاصه بالبروبرتيز الاصليه. زين انت تريد تضيف بعد، يعني مثلا هاي الارقام مكان ما تبقيها ارقام تريد تعطيها تسميات، فالمفروض حتى تعطيها تسميات وتثبت التسميات تثبتها انت هنا اصلا بالاتريبيوت تيبل تثبت هنا. فشو نسوي؟ نروح على الخيار اللي هو منه اذا منه تيبل، هذا هو فتح التيبل، نروح على هذا الخيار من هنا راح نختار اول خيار بي اللي هو add field. هذا الخيار ضيف لي حقل جديد. فحتى يضيف لك حقل جديد اول selected table او features because it not تمام. هسه راح نختاره. اول شيء لازم مثل ما قلنا انه لازم نضيف خيار، فهسه نكمل. فمن ده افتح هنا عفوا ينطيني خيار يقول لي انا ما اقدر اضيف لك حقل جديد لان انت فاتح هذا الملف ب يعني فاتحه بتطبيق اخر، يعني فاتحه بجي اي اس اخر. فهسه اروح اغلقه من الجي اي اس الثاني، اقول له ريموف واحاول انه اشيله وارجع لهنا مره ثانيه. فهسه من انطي الحقل يعني فت شغله هيك فنيه ما لها علاقه، هسه انطيه النيم بيقول لي انت راح تضيف حقل جديد ضمن جدول السمات الاتريبيوت تيبل. شنو راح تسمي؟ اي اسم انت تنطيه، مثلا النيم كان يكون انت راح تسميه النيم، او مثلا الاريا. احنا هسه احنا خلينا نقول مثلا نسميه النيم ان اي ام اي تمام. راح يقول لي اختار، بما اذا انت ناوي الخيار اللي راح تخليه هو عباره عن كتابه فتختار التكست. اذا كان الخيار اللي راح تخليه انت عباره عن مثلا فتحالات معينه ولها داتا فتختار داتا. يعني ما يصير مثلا انت راح تسمي تسميات وتعطي شورت انتجر او لونج انتجر، هذا يخص الارقام تمام. او مثلا انت تريد تخلي فد نسبه مئويه العفو فد ان بريزنت، انت تقول مثلا نسبه المساحه لهذا المكان ايش قد، فتختار دبل شورت انتجر لونج انتجر ما يفيدك. فلازم انت على هذا الخيار تحدد شنو اللي تريده. فهسه طبعا اللي انت ايش قد ينطيك ايش قد حيصير طول التكست 50 كلمه مثلا، فانت لا بأس يعني خلي اوكي، يعني ايش قد تاخذ الكلمه تاخذ. هسه نجي اريد اشتغل هنا تمام حتى اعدل بيه. هسه انا خلقته للفولد سويته ضمن الاتريبيوت تيبل، اريد اشتغل عليه. شلون اقدر اشتغل عليه؟ اول شيء ايش اسوي؟ عندي هاي اكو فد خاصيه اسمها الايديتر اللي هو شلون يعني هسه نجي عليها. اروح على الكوستمايز، هذا الخيار هذا الكوستمايز، واحد يروح على التول بار. خاف ما نفعل عندك الايديتر تفعله من هاي، هذا تفعل هسه حاليا الايديتر. وين صار من تفعل الايديتر؟ هذا موجود هنا صار. اي مكان يصير عندك فوق بالاعلى لا بس. فاهم خطوه تسويها من الكوستمايز تروح تفعله. فبعد ما تفعل الايديتر تروح على ستارت ايديتنج، تقول له ستارت، تختار اول خيار تكتب الكلمه اللي تريدها. كان مثلا اسمي الاولى مثلا ووتر دبليو اي تي اي ار، مثلا الثانيه مثلا جروبس. لا على التعيين، انت اكيد عندك التسميات تخص هاي الارقام، هذا شيء يمثل هذا كذلك يمثل يكمل الى ان تخلص ضمن الكلمات كلهن. بعد ما تخلصهن قبل ما تقول له اغلق هذا حتى يحفظ هاي التسميات. هسه هنا انا راح اسمي اي شيء اي حروف، مجرد انه بس اريد امليها حتى تبين. هسه انا هنا أنا مليتها انملت. فبعد ما نمليها هذا الميل الكامل نروح على نفس الخيار مال ايديت نقول له سيف ايديت. لازم تسيفها قبل ما تقول له ستوب. هسه بعد ما سيفناها نقول له ستوب ايديتنج، وقفنا الستوب ايديتنج خلاص
نغلق الجدول بكل سهولة. هسه شنو نروح؟ نروح على نفسه على الخيار اللي خاص باللاير اللي احنا فاتحينها، ندخل على بروبرتيز. فبعد ما ندخل على بروبرتيز نروح على هذا اللي هو السيمبولوجي الخاص باللاير نفسها، نروح راح تطلع لنا هالخيار، راح يتفعل الخيار. اضاف لنا شيء جديد اللي هو شنو اسمه؟ اسمه النيم. قبل ما كان موجود النيم، حاليا احنا ضفناه عن طريق التيبل. فبعد ما انا قلت له نيم، شوف انطاني الاسماء الجديده اللي انا سميتها بعد ما بقت ارقام. بعد ما اقول له هذا الشيء مثلا اقول له ابلاي اوكي، هسه طلعت الاسماء الجديده. مجرد اني الديفولت مال الانوار انا اغيره بالشيء اللي احتاجه من البروبرتيز. هذا اللون شيء مثل هذا اللون شيء مثل، انا اختارهم. هذا مثلا القفت مكان ما مثل هذا اللون، انطي لون ثاني. يعني هسه ادخل عليه بروبرتيز، هنا انا انت تقدر تغير الالوان بالشيء اللي يناسب. العمل الخاص بيك انت، فالالوان خاصه بيك انت، شلون ترتبها ترتبها. فعلى هذا الاساس فاللي اقوله انه من انا هذا الخيار انه نقدر اني اعدل او اضيف على جدول السمات. وهاي فقره كلش مهمه لازم ننتبه لها وتكون انه يعني مرافقه لنا، لان صراحه هذا الجدول كلش مهم، راح تحتاجه بهواي امور وما تقدر تعدل على الديفولت الاصلي. يعني اذا مثلا انا اغير هاي الامور، اذا دخلت منها ورحت على بروبرتيز وتلاعبت منها، غيرت يعني قعدت هناك غيرت هاي الكلمه، غيرت الاسم، نسبه، اريا، بريزنت، اني ثينك، غيرته. بس بعدين اجيت انه اوكي انطيته تطبيق، اعطيني ابلاي، غيرت انا هاي الكلمه، اعطانيها ابلاي بعد ما اقول له اوكي، ما دهنا اطبقها، تغيرت. بس هاي مجرد ما اغلق اني البرنامج، اسوي له سيف واغلق البرنامج، ارجع افتح ترجع للكلمه القديمه. فحتى اني اضمن ان الكلمات يعني الرموز او اي شيء تعديل راح ينضاف، فهو عن طريق جدول السمات اعدل واضيف هذا الحقل ضمن جدول السمات. ان شاء الله تكون محاضره اليوم هي محاضره مفيده واستفاديتوا منها. ان شاء الله نلتقي بكم بمحاضرات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.